بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثاني من الشابتر الرابع. هذا درس صغير لنتحدث فيه عن الكاسيت المنحني والذي يسمى كيرفيد كاسيت، وهو بهذا الشكل نفس الكاسيت العادي لكنه بشكل منحني. حوافه تكون أسمك وأعرض من الكاسيت العادي لأنه معرض للكسر أكثر من الكاسيت العادي. نفس مبدأ الكاسيت العادي، يتم فتح الغطاء العلوي ونضع الفيلم، ثم يتم إغلاق الكاسيت، وطبعا ذلك في الغرفة المظلمة. هذا بالنسبة للكاسيت التقليدي القديم. تم ابتكار هذا النوع من الكاسيتات للحصول على صورة مثالية لبعض الصور. فمثلا عند تصوير الشولدر في بعض الوضعيات يكون فيها الشولدر بعيد عن الكاسيت، كما ترى هنا الشولدر بعيد عن الكاسيت. ولحل هذه المشكلة نستخدم الكيرفت كاسيت، فتصبح المسافة بين الكاسيت والشولدر قريب أكثر نوعا ما. كذلك الأمر عند تصوير الني، نقصد الركبة بهذه الوضعية، فهناك مسافة بين الكاسيت والني مما سيقلل من وضوحية الصورة، ولكن باستخدام الكيرفت كاسيت فالمسافة بين الكاسيت والني أصبحت قريبة جدا، وبالتالي سنحصل على صورة واضحة أكثر. في الوقت الحالي لم يعد يستخدم هذا الكاسيت، وغالبا لن تجده في المراكز الطبية وخاصة الحديثة منها، لم يعد متوفر أبدا. ولكن بمجمل الأحوال هذا الدرس للعلم فقط بوجود هذا النوع من الكاسيتات. ولأن بعض المراجع الطبية مثل كتاب كلارك الذي ندرسه في هذه السلسلة ستلاحظ أنهم ذكروا الكيرفت كاسيت، وهذا في النسخة 12 من الكتاب. فكما ترى هنا على سبيل المثال ذكروا أنه من الأفضل استخدام الكيرفت كاسيت أثناء التصوير مما سيقلل المسافة. أما النسخة الأحدث من الكتاب، النسخة 13، فلم يتم ذكر الكيرفت كاسيت، وتم اعتماد تقنية الDR في التصوير والتي هي أصلا لا تستخدم الكاسيتات أبدا. والآن أغلب الحالات الصعبة أو الصور الدقيقة يتم تحويل المريض مباشرة لإجراء MRI أو CT لدراسة الحالة بشكل أدق. ولكن بمجمل الأحوال يجب أن نعرف أن هذا هو النوع من الكاسيتات الذي يسمى كيرفت كاسيت. في حال توفره فمن الأفضل استخدامه للحصول على صورة مثالية. وهذا هو الكيرفت كاسيت. في حال كان لديك أي استفسار اتركه في التعليقات، وشكراً.